خيرا تعمل شرا تلقى. ثلاث شباب زي الورد قابلوا شاب مصري في قطر كان تايه ومش لاقي شغل، قرروا ياخدوه عندهم السكن ياكلوه ويشربوه شهر كامل على الحال ده، وفي الاخر لما حب يرد لهم الجميل خلص عليهم، فصل راسهم الثلاثه عن جسمهم وحاول يهرب. يا ترى ايه الحكايه؟ مين المصري ده وعمل كده ليه؟ كل ده واكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. بدايه كده واجب نعدي اهالي الشباب دول اللي راحوا غدر في قطر. ثلاث شباب زي الورد في قمة المجدعة والطيبة قابلوا شاب مصري كان مسافر قطر، وده كان خلال كأس العالم الأخير. الشاب ده فضل بعد البطولة هناك كان بيدور على شغل، والحال طبعا كان واقف، فقرر الشباب الثلاثة دول انهم يستضيفوه عندهم في سكنهم لحد ما يلاقي شغل، والأجل حظه ما لقاش خالص، بس هم كانوا واقفين في ظهره موفرين له أكل وشرب والسكن زي ما انتم عارفين. وفي النهاية قرر الشاب ده ان هو يرد لهم الجميل بالجدر، خلص عليهم واحد واحد، فصل راسهم الثلاثة عن جسمهم وحاول الهروب. التفاصيل والمعلومات المتاحة كلها من جروبات المغتربين في قطر، وده على الفيسبوك. المصريين في قطر كلهم زعلانين من اللي حصل، بيقولوا هل ده جزاء اللي يعمل خير يقابل شر يعني في النهاية؟ طيب ما الشباب دول كانوا سابوه يعني وما ساعدوهوش في حاجة، ووقتها كان يفضلوا عايشين. صفحة أخبار المغتربين على الفيسبوك بتقول ومدى صحة الكلام ده مسؤوليتهم، يقال إن يوم الواقعة المجرم غفل اتنين من الشباب دول وقت نومهم العصر ودخل عليهم مرة واحدة، فصل رؤوسهم عن جسمهم واستنى شوية لحد ما التالت بتاعهم يرجع من برة، ولما رجع أول ما فتح باب الشقة كان مخلص عليه هو كمان، وبعد ما اتأكد إنه خلاص خلص عليهم التلاتة قام سارق كل فلوسهم اللي في السكن وكمان موبايلاتهم وحتى اللبس الجديد اللي كانوا شاريينه. أخد كل دول وطلع على المطار حاول يسافر بس تم القبض عليه. اتقبض عليه بعد ما رجع صديق رابع للشباب دول للشقة واكتشف اللي حصل وبلغ الشرطة كمان، واللي شكت أول ما عرفت في الشاب المصري اللي كان معاهم وبلغوا باسمه في كل جهاز الشرطة، واكتشفوا في النهاية إنه كان في المطار بيحاول يهرب. الشباب اللي حصل فيهم كده منهم اتنين اخوات جمعة وعبد السلام، والتالت اسمه علي شعبان الشيمي من الفيوم، والمجرم اللي نفذ الجريمة مش معروف اسمه بس على حسب الكلام هو من شبرا بالقاهرة. لحد هنا ونكون وصلنا لنهاية الفيديو وقلنا لكم كل المعلومات المتاحة عن القضية وتفاصيلها، وبعد ما عرفتوها كلها حابين نعرف رأيكم في الجملة اللي بدأت الناس تكررها دلوقتي بعد ما سمعت بالواقع، جملة خيرا تعمل شرا تلقى. هل انتم موافقين على الجملة دي ولا لأ؟ ومعتبرين ان اللي حصل ده مجرد حادث فردي وما بيعبرش عن كل المصريين في الغربة ولا لأ؟ اكتبوا لنا رأيكم في التعليقات.